نبقى مع التلاميذ في المدرسة في موضوع آخر يهم السلوك المدرسي وظاهرة العنف ليست تجاه التلاميذ ولكن العكس عنف التلاميذ تجاه المعلمين والأساتذة قضية تعرض الآن أمام القضاء بوجدة تلميذ أحيل على النيابة العامة بعد اعتدائه على أستاذه داخل حجرة الدرس أمام باقي التلاميذ الأستاذ أصيب بكسر في ذراعه اليمنى روبورتاج عبد الحميد المرابط وسعيد النشري قضية الاعتداء على الأستاذ نور الدين الصيم الذي أصيب على إثره بكسر في ذراعه اليمنى داخل الفصل الدراسي تدخل منعطفا جديدا بعد وضع التلميذ المتهم رهن الاعتقال بمركز حماية الطفولة نهاية الشهر الماضي وقرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إحالته على قاضي الأحداث ليتابع بتهم إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه مع استعمال العنف في حقه والسب والشتم تهم ينفيها دفاع التلميذ أن التلميذ كيتحصل على أعلى النقاط معدله ممتاز ثانيا الحدث لم يتسبب في الضرب أو في العنف ضد الأستاذ ديالو وإنما هو اللي كان موضوع العنف والحدث عنده شهادة طبية اللي تعطات له من المركز الاستشفائي الفارابي اللي فيها 18 يوم الأستاذ الذي يطالب من جهته بإنصافه حظيت قضيته بتغطية إعلامية وتضامن أسرة التعليم حيث أصدرت فروع 5 نقابات تعليمية بيان مؤازرة تندد فيه بحادث الاعتداء وتطالب بضمان حقوق الأستاذ شهادة طبية المدة ديالها 4 شهور وخضعت لعملية جراحية ثانيا هذا تلميذ متهور وتعدى عليا في القسم وأمام التلاميذ ماشي غير بالضرب فقط بل حتى بالسب والشتم والإهانة ودابا كنطلب أن العدالة كتاخذ المجرى ديالها وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها في هذه النازلة يطرح السؤال مجددا حول مسألة العنف المدرسي والأسباب التي تغذي هذه الظاهرة المؤسسة الكبرى والصغرى أصبحت يعني معرضة لهذه الظاهرة كما كذلك أن يعني التلاميذ حتى التلاميذ النجباء والمتفوقين يعني أصبحوا هم كذلك يعني تصدر منهم هذه الظاهرة الأسرة التي لا تقدر المدرس قد توحي للتلميذ بمثل هذه التصرفات وهناك ما هو متعلق بالمدرس أحيانا قد لا يستعمل الطرق الملائمة وهناك ما هو متعلق بالفضاء المدرسي للتذكير فحادث الاعتداء الذي وقع بثانوية القاضي بن العربي بوجدة يعود إلى 11 من الشهر الماضي ويرتقب أن تنظر هيئة المحكمة في هذه الواقعة يوم غد الجمعة